يعطيك العافية. يا أمين أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. مرحبا. شرفت. الحقيقة أنا بدهن بيتي وحابب تساعدوني بهالموضوع. إيه تكرم عينا. الله تفضل تفرج. شو اللوحات هي؟ هي بيقولوا لها دهانات ديكورية. أيوه. كم غرفة بيتكم؟ 4 صنفات. شو بتريد نوعية الدهان؟ والله أنا بفضل ينشف بسرعة لأنه الجيران قلقوني هن عم بيقولوا لي عجل عجل عجل. بتحبوا مت ولا المنيع؟ ليش شو في عندكم أنتم؟ عنا الاثنين. والله أنا بفضله مت. إيه مو تكرم عينك؟ الله يخليك. يعني شلون بتحب الألوان؟ ما في عندكم مصادر؟ بلا تفضل. يا ريت. يا سلام. هذا الحقيقة أنا بحب الألوان هذا وبدي أعمل كل غرفة لون. ما عندنا مشكلة أستاذ، أنت نقي اللون ونحن بنطبق لك إياه على الكمبيوتر، وإذا بتريد عندنا مهندسين استشاريين للدهان. مرحبا. يا ميت أهلين وسهلين. أهلين أستاذ. أهلين وسهلين. يا أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا. بدي علبة دهان سماوي الله يرضى عليك. إيه تكرم عينك. تفضل شوف الألوان. ها؟ الأستاذ نبيل؟ أهلا وسهلا. يا ابو ياسين يا ابو ياسين مشان الله فهمني، ببوس ايدك. امتى انتم بدكم تخلصوا خبطوا سفق فوقنا؟ الله وكيلك هر الدهان باوضه القعده من كتر ما خبطتوا فوقه. لا والبنت سقطت بالجامعه وانا والمراه ما عم نقدر ننام او نستريح لا ليل ولا نهار. الوالده كانت تسمع شوي هلا ما عم تسمع منوب، وكل ما سمعت خبط بتقول هجموا وصلوا بلش القصف الحرب قامت. معك حق جار، بس الشغله صارت بنهايتها. اكيد. ما لك شايفني عم بشتري الدهان؟ كم يوم بدك يعني؟ شغله 20 يوم. لك من شهر انت قلت لي بعت مثل لسانك، اصبر علي شهر. مزبوط، بس اختك ام ياسين قالت لي طالما الشغله صايره وصايره والحفر والتكسير شغال، ليش ما بنركب شوفاج؟ قلت لها ايه والله. وانت قلت يا ام ياسين شو الحكي؟ بالله العظيم؟ ايه والله. هلا بدكم تحفروا من شان الشوفاج؟ لك لا، حفرنا وخلصنا عوفت المساله. حفرتوا؟ وينك يا اخي؟ مثل ما اتفقنا يا اخي، انا بحب الالوان الهاديه الله يرضى عليك.